نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.